وسهلا بكم اعزائي متابعينا الكرام. احنا النهارده موجودين عند ام ممدوح، امهر حداده موجوده هنا في محافظه الشرقيه. زي ما احنا طبعا معودينكم ان احنا بنطلع النماذج الموجوده في محافظه الشرقيه، حاجات مميزه جدا وحاجه حلوه قوي. دي ام ممدوح هنتعرف عليها دلوقتي. الست دي مكافحه بتساعد جوزها في مهنه الحداده بقالها اكتر من 20 سنه. حاجه حلوه جدا وحاجه مشرفه. ستات الشرقوة او الستات المصريين بتميزوا دايما بالجدعنة وبالشطارة وبالمهارة. طبعا هنتعرف على ام ممدوح دلوقتي وهنعرف تفاصيل منها هي ليه اشتغلت في مهنة الحدادة مع جوزها. تعالوا بينا نشوف ام ممدوح. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ممكن بقى تعرف الناس بنفسك؟ انا ام ممدوح من الشرقية، من شارع الحدادين المنتزه. انا بقى لي 20 سنة في المهنة. نزلت اساعد جوزي علشان خاطر يعني ايه، علشان خاطر الناس يعني تعرف ان ايه. ثانية واحدة، اتفضلي. ايش اللي لخبطتيني؟ شوف الراجل عايز ايه. عايز شغلة زي كده. عايز حاجة زي كده؟ الواحد يعرف يعني. عايز الكوشة اللي جوه يعني؟ عايز الكوشة اللي جوه؟ الصغيرة دي كبيرة. الصغيرة دي عاملة 110 والكبيرة عاملة 130. دفع. حاجة زي كده. أنت عايز كوشة يعني؟ مين أكرم منك؟ وريني واحد كبير وواحد صغير. ممكن عشان مش الجديد مش هنا، حطه في المخزن. طب وريني واحدة واحدة. طبعا زي ما احنا معودينكم احنا بنطلع النماذج الايجابيه اللي موجوده في محافظه الشرقيه. طبعا معانا اللايف الاخر علشان نعرف قصه ام ممدوح اللي بتساعد جوزها بقالها اكتر من 20 سنه. فتابعوا معانا اللايف الاخر. كون سليمه عشان انا مبهلكيش تاني. كام بقى؟ كل اللي جوه كام بقى؟ بقيت حاجه كلها ما بقول 50 بقى، ما بقولش اعمل الضفره ولا 50. عشان لما تجي لي برضه اعمل لك واجب. انا العتاد بتاع المكاتب ملابس والبطاطس والغريبه. حتى العتاد بتاع اول ثلاث كده. خد ثلاثه. طبعا زي ما احنا عارفين ان مهنه الحداده دي مهنه صعبه وشاقه جدا على الرجاله قبل الستات، فما بالك بقى ست بتشتغل في المهنه الصعبه دي. فيعني حاجه فعلا مشرفه جدا. فاحنا طبعا هنبقى مع ام ممدوح هنشتغل معاها دلوقتي نشوف هي بتعمل ايه. كلمتيها؟ يلا بينا. هنقطع بقى تاني. ماشي؟ شغالي تاني. اي حاجه. Thank you.
عايزين نتكلم معاكي كلمتين كده على مهلك، تعرف الناس بنفسك تاني كده. السلام عليكم، وانا بشكر عامه على كل القائمين على القناه، قناة ابو كبير. سلام. بشكرهم كلهم والله، ومنهم مشرفين النهارده يعني احنا شارع الحدادين. بقالي 20 سنه في شغل مع جوزي، بعرف كل حاجه فيها، بعرف اقف على الديسك القطعيه، بعرف اقف على منتهى التخزين، بعرف اقف على اي حاجه، بعرف المقاسات للمتر، اعرف النص متر وال10 سم والمتر وال2 متر وال3 متر، انت بعرفهم. وانت دلوقتي يعني ايه، الحمد لله اعرف امسك المحل، واعرف امسك الصاروخ اقطع او ابلغ اي حاجه بيه. بفضل طبعا ربنا وفضل جوزي علمني، علشان طبعا ايه نشيل بعض في المعيشه، لان المعيشه صعبه النهارده. ما ينفعش ايه ان يعني لما يكون في ضيقه ما ينفعش نتخلى عن بعض. بما انك بقالك اكتر من 20 سنه بتساعد جوزك في المهنه دي، عايزاكي تقولي لنا بقى ايه كانت بدايتك. بدايتي حضرتك نزلت مش كنت عارفه اي حاجه، كنت بخاف من الشرار حتى واجري. يعني الشرار بتاع الديسك ده كنت اجري بعيد عنه، كنت بخاف من اللحام دوت، كنت اجري بعيد، كنت بخاف. اما قربت من الحاجه وعرفتها وقربت عليها، اتعلمت بقى، بقت سهله بالنسبه لي. يعني بقت دوت كنت بخاف منه بقى سهل بالنسبه لي دلوقتي. هو خطر، مش اي حد ينفع يتعامل عليه، الا برضه بيكون متعامل يعني حد علمه، حد واقف جنبه يقول له اعمل كده واعمل كده، ومش اي حد برضه يقف عليه. يعني هو خطر. قولي لنا بقى، يعني لما ابتديتي انك تشتغلي اخد معاكي وقت قد ايه علشان تتعلمي المهنه دي؟ قعدت ممكن يجي 5 سنين واكتر عبال ما وقفت على الديسك، على بال ما اطمنت من الشرار اللي هو بيطلع منه دوت، لان لو انا مش لابسه حاجه محمله تحت بيحرمني جسمي. يعني هو الشرار ده ممكن تعمل في الهدوم او تلسع. جسمي كله ملسوع منه. الحاجات اللي هي بتبقى في ايديا كده، فلما مش بعملها نفسي بيخش جسمي او بيحرم الهدوم او يحرق الهدوم وانا واقفه، فبحرسي وانا واقفه يعني. طب احنا عايزين نشوف بقى وانت بتخرمي اي حاجه كده.